وهو التجديد في المناهج. موضوع التجديد في المناهج موضوع أساسي جدا بالنسبة إلينا في الحوزات العلمية، في المعاهد الدينية، الجامعات الدينية سيحصل تجديد، ولكن في كثير من الأحيان يحصل تجديد داخل المنهج الواحد، بمعنى ما يسمى بالاجتهاد الترجيحي. مثلا لنفرض أن شخصا هو مبدع كبير جدا، من هو المبدع؟ من هو هذا الشخص الذي نتحمس له أنه لديه آراء جديدة؟ هو ذلك الشخص الذي يختار رأيا غير مشهور، موجود كان عند المتقدمين، في مقابل الرأي الذي هو مشهور، فنعتبر أن هذا الإنسان حقق إنجازا عظيما جدا. ولكن من النادر أن نفتح آفاقا على شخص يذهب بنا إلى الإتيان برأي ثالث حتى خلاف المشهور وغير المشهور. وبالتالي المشكلة في المناهج المعرفية القائمة سواء في المجال الديني وغيره أننا أمام مغالطة الثنائيات، يعني إما هذا الرأي وإما هذا الرأي، وإبداعك أنك تختار الرأي الذي ليس له مناصرون، أو ليس له يعني مناصرون كثر، وبالتالي أنت متميز، في حين المطلوب أن نذهب نحو الاجتهاد الإبداعي الذي يتحول بنا نحو مكان ليس موجودا في الثنائية القائمة أمامنا. إذا تطورت مناهج الاجتهاد في المؤسسات الدينية كل هذه النتائج التي نتكلم عنها يمكن أن تحصل. إذا لم تتطور مناهج الاجتهاد، يعني بقيت المناهج واحدة ونريد أن نراهن من خلال نفس مناهج الاجتهاد على حدوث تطورات حقيقية وواسعة النطاق، أعتقد بأننا نراهن على شيء ربما يكون قريبا من السراب. فالرهان كله على إيجاد تحول في المناهج أكثر من إيجاد تحول في الأفكار الصغيرة. الأفكار الصغيرة هي تأثيرات تحولات في المناهج المعرفية.